كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. صحبناش بأن راه تهرس بينا ولا عطيح بينا ولا شي حاجة. طلعت بينا في الأول، دارت الدورة الأولية عادي، الدورة الثانية دارت فهمتي بالسرعة، الدورة الثالثة دارت بواحد السرعة ماشي عادية. أنا بدي حسيت بالموس، قلت فهمتي إن الناس راه صافي هادشي هذا راه فيها الموس، حسيت بشي حاجة. الدورة الثالثة بديك السرعة بالجهد تخسرت، كنشوفو غير بنادم كيتسيب، هذا كيضرب في هذا، الغاوس بنادم كيغوس. أنا فهمتي الآخراني بقيت حنيت هايدة فهمتي، فهمتي من ديك الحديدة حنيت صافي، شفت صافي فهمتي الموس كنشوفها بغير تعين. تبت شوية شايدة صبرت ديك الحديدة بقيت معها لاخفس وكنشوف العلو. شنو غنقول لك راه يوم الموت وصافي كسبان، العلو راه عالي عليا. كانوا كلشي تما، دراري صغاري كبار، النساء ولادهم الرجال، سينا كاع صرا في السيرك. تجي لابيلونس وصافي، وبنادم بقى كيدابس السمايه، هادوك اللي خدامين ما نعرف واش كانوا عارفين ديك الديفو فيها وما عدلوشي. يوم يشوف صافي شافوا ديك بنادم كيتسيب كدا، نادو كيدابزوا مع بعطيسو. احنا مسيبين في الارض وما باقي كيدابزوا، شي كيغاوز ما نقدوناش. احنا عيطنا لابيلونس باش جا موران. واحد الولد الصغير طلع، ملي طلع قالوا له صافي صافي هبط هبط هي مخسره تنعدلوها وطلع. جاو ملي عدلوها قالوا له طلع، قالوا لنا ما طلعش. ديك الساعه الناس الاخرين طلعوا، دارت واحد الدوره، ديك الساعه كنشوفوا بنادم كيطير. العواول صغارين، الناس كبارين، الولاد 14 عام، هيدا 13 عام 15 عام، واحد الولد عنده شي 15 عام بغى يطلع. ملي قالوا له ملي قال له مخسره قالوا له هود هود تنعدلوها. ملي عدلوها وطلعوا العيال قال لهم هو انا ما نطلعش يخاف. اليوم المستشفى تلقى واحد الحادثه فريده من نوعها، فيها واحد العدد ديال الضحايا، العدد الضحايا تقريبا 20 ضحيه. الحالات الخطيره ماشي حالات خطيره، ما هي متفاوته الخطوره، اربعه ديال الحالات، حاله مصابه على مستوى الراس، وحاله اخرى مصابه على مستوى الرجل، وحاله اخرى على مستوى اليد، واحد الكسور اللي هي خفيفه. بالنسبه للعمل ديال الطاقم الطبي والتمريضي، كان الاستقبال ديال هذه الحالات على درجات متفوته، كان جات واحد الفوج ديال 10 ديال الاشخاص وثلاثه واحد 10 ديال الاشخاص. وفي نهايه المطاف ما كان تكفل، يعني الطاقم الطبي كان في واحد اللحظه اللي هي ديال لاليرت على اساس انه تكفل بهذه جميع الحالات هذا، وفعلا تمكن الطاقم الطبي. وهنا كنشكروا الطاقم الطبي والتمريضي على هذا العمل اللي قاموا به في هذه الليله هذه، وكنتمناو الشفاء العاجل لجميع المرضى، وان شاء الله الحالات اللي غادي تبقى في حالات استشفاء ان شاء الله غنتكفلوا بها، ونتمناو الشفاء العاجل لجميع الافراد. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.